احنا اليوم وين موجودين يا بابا؟ موجودين في بيرين. بيرين. هاي. احكي لي اليوم شنو المشاكل الموجودة هون في بيرين؟ المشاكل نتاعنا سيدي ثم الاحوان تاع السميد يجيبوا فيه يعطوا فيه للمعارف وب 35,000 والسكر يعطوا فيه الكيلو ب 2000. جيت لهنا على الخبز قال لي ب 300 نجيب فيه بروحي نغسل في المازوت. ب 300 فرنك الخبزة. 400. باقيت. الشير الشير نتاع العلف ب 40 دينار ال 50 كيلو. تو نهزك تو. ب 40 دي نهزك توا وعندها الشعير تويك. خلينا في المعضله الكبيره اللي هو قصان الماء اليوم حي كامل اليوم نحكيو على بيرين كامل الماء مقصوص عليها معناتها كل ليله يتقص الماء. احكي لي كيفاش المشاكل. ليل ونهار الماء يتقص. ليل ونهار. ليل ونهار الماء يتقص. على الوقت يحبوا يعلوا لك ساعه ويقصوا. الاحوان تيجي تمشي له يقول لك؟ يقول لك برمشي برمشي قيس سعيد اشكيله. اشكيله ما هذاك هو اشكيله لي انا يقول لك. ما تقضيش مني ما نعطيكش. وصدقني ما الزيت 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 يجيبوا فيه طلعوا فيه بالليل مرش نوار يبيعوا فيه ب 15% ترك الزيت كله على الكوش اللي ب 400 يبيعوا فيه الكوش ب 400 هي ثم كوش لهنا هي اللوطه يزر عليها في السميد ويقول هذه بالسميد ب 400 فرنك العشاء يقول لك ب 500 راهي ولد والصف قد منه وغادي والصف قد من هنا وغادي الناس قتلها الشر تعذبنا بالقدا بالقدا كل سوا في الماء في الضوء في برشا حاجات في المواد الغذائيه من الاحوان تمشي للحانوت يقول لك بفلوسك ها القهوه ما ذمش الحليب ما ذمش ما نعرفش ليه ما ذمش ويبيع ما يحب دبوز ما بعد 100 دبوز ما بويتر ونص بعد 100 وتشري ولا تخلي ويسمعك الكلام كان لازم برا قيس سعيد يا خويا انا معاك يا قيس سعيد مبلغ صوتي لقيس سعيد رانا معاك في السراء والذراء جو سيدي نسيمو نهار نسيمو شهر ونفطر نهار اليوم سامحني اليوم نحكيو على قصان ماء نحكيو على قصان ضوء اليوم نحكيو على جلمة اساسيه مش موجوده بكري حكيت في الكواليس قلت لي معناتها مخطط كبير هذايا بالعان يحطوا العصاف العجل حاطين العصاب العجل صحيح حاطين العصاب العجل يحبوا كريم وقيس سعيد يحبوا يطيحوه بالسيف احنا معاك في السراء والضراء يا ودي نسيمو شهر ونفطر نهار فهمتني غير يا خويا وزاره التجاره يسكروا التليفونات نتاعهم تطلب الرقم الاخضر ما ثماش يستحيل الرقم الاخضر 20 مره بمره يا ودي حوانت هنا كل ما ثماش واحد ما يزيدش كلهم ويسمعك الكلام بالسيف يعطيك خذيه فما زيت قسما بالله لا زيت لا سكر لا سميد لا فارينه السيجارو اللي جار ب 350 انا السيجارو اللي جار ب 350 يبيعوا فيه الجماعه تتكيف انا ما تكيفش فهمني ولا سمحني سمعت قال لك الزيت ما فماش قال لك السميد ما فماش الفاني ما فماش ما فماش يجيو يعطوه اسمع يدوروا بالكلاب ومن المنتورات جماعه الاحوان يفرقوا له الكلاب نتاعهم يا ودي تمشي له انت هاو انت ياك ماكش معروف والله العظيم لا يقضي لك ولا يعطيك وراه عنده شكرت نخاله ب 25 يبيعوا فيها لهنا للبكمه بكري قلت لي التلفزه بتاعي تهلكت في جرق قصان الضوء احكي لك الفريجير الفريجير والتلفزه قصان حرقوا من قصان الضوء قصان الضوء يخش علينا وقت يحبوا ويسكر الماء قلت لي مقصود معناتها بصفه يوميه صفة كل يوم نهار يا ودي ليل ونهار ما تلقاش باش توضى باش تغسل وجهك ما تلقاش يا رسول الله وعاد الرئيس في بالي باب السيدي حسين هنا امراه عرضت وقالت له السيد الرئيس راه ما يقولش علينا ماء ما وضوء ليل ونهار تعذبنا نمشيو نشريو بالفلوس من القهاوي نمشيو للقهاوي نشريو نشريو بالفلوس ضوء الماء مخصوصين فهمني والله لا باش نقول لك اخويا يقصوا على شيره ويخليه شيره قاسم لنا بربي شيره يقصوا عليها وشيره يحلوا لها وشيره معناها يخدموا بحرار على ارض ارض مخهم نحكي بالمنطق والله بالرسم نقسم بالله نروح من المرمى نبات كيف نروح من المرمى ولا نبات بوسخ نلقى مخصوص والله يبات معاك نقسم بالله والله بكري قلت لي حلم نتاعي ولكن نتمنى باش يسيبونا الماء ماشي والله نبدا نروح نقول الماء مخصوص نقعد هكاك نرقد هكاك هاك تقصد في حياتي. سامح الماء يقصوه ساعة ساعتين ولا يقعد ساعة بلا ساعة بالله لحد من الصباح لليل مش رجع والله من الصباح لليل والله ها ومشيت للجامع هزيت بدو عبيت بدو من الجامع في الليل ها ونزل كليب. يلعبوا الجامع فين ما هو يصرفوا كما يحبوا هم. مالك؟ معناتها يقصوا على فئة معينة ويخلوا فئة معينة. الزيت عند الزيت قدامي هبط له الكاميون الزيت قلت اعطيني الزيت قال لي ما عنديش الزيت كان عجبك ب 2000 خوذ ما عجبكش نطيب الزبد وعند الزيت ما اعطونيش. اتكلم الرقم الاخضر ما يجيكش ما يزعليك عليك هذه بلاد هذه الرئيس يحب يحطموه. احنا معاه. نوعش للشر معاه نوعش ما نعومش عزيز لا معاه بس يقضون على الجراثيم الحوانيت الجراثيم هذه الحوانيت الكل هي منطقه معزوله الحوانيت شوف ما ثماش رقابه هنا شوف حتى كي تمشي الحوانيت ما ثماش الا تلك جمله ما ثماش الا تلك جمله يبيع 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 على كيف هو ويسمعك الكلام يبيع 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 على كيف هو ما ثماش رقابه جمله
اجوا شوفوا وانتم اقول بروحك اجي شوف قول لي اعطيني كل حاجه تو وش يقول لك هو تو يقول لك تو يقول لك تو تفضل فهمتي منطقه معزول احنا الحي موجودين فيه هوني فما ماء ولا ما ثماش الماء ما ثماش بالنسبه لي الماء يسكسك السكسيه حتى في الشتاء بالنسبه لي تم في زلونيات لين يقوي شويه والاخرى ميته وخص جمله انا عامل 60 فوق السطح بالذمه والله 60 هاني فوق السطح هاني فوق السطح موجود مثلا اليوم في 2023 من 6 عبيد تم 60 60 60 البيض الفوق واخذت يقص الماء خيال رسول الله نهار لحد نهار لحد على الصباح يقص خي نهار العيد في عود الناس الاخر نص النهار يقصوا العشيه هم الصباح يبدا قاص كل عيد هك وكل حد يقص ومازال قسان ومازال قلت لك كل حد يقص صباح ومتى صباح وليل وسير ليميت يقص في الليل كهو يقص في الليل حتى في النهار يقص ساعه ساعه يقص في النهار اما في الليل يقص سامح له اللي يقومش يتوضا اللي يقومش يمشي يقضي حاجه باش يعمل. لا 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 ما تدريش كان ما تدريش كان نقول لك هنايا اسمع ما ثماش نظام جمله ورقه الذو تجي ورقه الماء انا فاهم خلص. سيدي والله ما يجي وجي تو نقول لك جي بال 200 ب 300 عندي معهم تاع دجاج ب 300 ذو هاو نجيب لك الورق عندي معهم تاع دجاج على تلفزه في الجدار وما يجوش يلبزوا من روسه تتكلم يقول لك خلصوا امشي اشكي امشي اشكي انا الرئيس قدامك. سي علي سامحني تو هذه تتبع ولايه تونس هذه الولايات البرة خير من خير خير من خير خير من خير من سيد حسين هنا الولايات تمشي تقول ما عادش نخرج منها لكن هنا مشيت لبنزرت هنا مثلا هذه ماشي تابعه تونس جمله هذه ماهيش تابعه ولايه تونس هذه هذا منطقة واحدة معزولة. أنا تو نتكلموا على الماء، تكلمنا على الماء وتكلمنا على الضوء، تكلمنا على برشا حاجات، فما حاجتين أخرين نحب نتكلم عليهم، فما حساك الكار ما يحبوش يبعثوا لنا كيران. معناها الكار بعد ثلاث سوايع، وجماعة النقل الطريفة هي ب 850 ما يحبوش ياخذوا علينا في 12% ويركب في 14. وتكلم ويضرب عليك التابلو البور ويقول لك انا عجبك ما عجبكش اهبط يهبطك والله منهم امراه هبطوها فهمني هبطوها هبطها في حيل وكيل امراه قضيتها بكل قال يا ودي عليها تهبط فيها قال لك انا حر لا فيها لا مستوصف لا فيها لا مستوصف علاش عاملين منطقه عاملين دار الشباب دار الشباب مسكره دار الشباب تحل في الجامع تحل النهار نورمالمون عاملين فيها الاخر المستوصف الاخر على الاقل يزرقوا على الاقل الزريقه هم لا ما ثماش هذه جمله واحده خويا هذايا ماهيش تبع تونس هذا منطقه بيرين هذايا ماهيش تبع تونس تبع تونس ما ماهيش ما فيهاش حتى زيكو ما فيهاش خفيف زيكو ويقول لك وجابوا الفاتوره نتاع الفاتوره نتاع الماء الفاتوره نتاع الماء يقول لك خلص وظيفه وطلع شنو وطلع شنو و15000 و20000 حتى زيكو ما عندناش نحن